رسالة إلى حواء. واذكر في الكتاب مريم. الله يا جماعة ما حدش فكر الصورة فيها قصة زكريا وقصة يحيى وقصة إبراهيم وقصة عيسى وقصة موسى. طب ليه ما تسمتش سورة يحيى سورة زكريا؟ ليه تسمت باسم المرأة الوحيدة اللي جت فيها؟ يا أختي لما الراجل يعمل بطولات دي حاجة عظيمة، إنما لما المرأة توصل لنفس بطولات الراجل في الإيمان والعبادة والتضحية، لا 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 دي حاجة تانية بقى. يبقى إذا اوعى تسألي بنفسك، اوعى تسألي بنفسك. السيدة هاجر رضي الله عنها، سيدنا إبراهيم حطها لوحدها مع ابنها في قلب الصحراء، والليل هيدخل عليها مئات وآلاف الكيلومترات يمين وشمال وقدام وورا لوحدها، والظلام هيدخل عليها، وقبلة التضحية لأجل الله. بسبب تضحيتها دي تفجرت بئر زمزم. بئر زمزم دي لما تفجرت القبائل العربية جت الجزيرة العربية بقى لها وجود. تضحية امرأة غيرت جغرافية الكرة الأرضية. تضحية امرأة صنعت تاريخ الأمة العربية. بسبب تضحيتها الجزيرة العربية بقى لها وجود. اوعى تستقل دورك، اوعى تستقل انت تقدري تعملي ايه. وانا في الحج السنه اللي فاتت دهيت، فالواحد بيسعى ما بين الصفا والمروه، وايه ده الرخام بقى بتجري على رخام مش بتجري على صخور زي اللي كان بيجري على السيده هاجر. وما انتش بتطلع جبل عالي هنا وهنا زي السيده هاجر، والتكييف على يمينك وشمالك مش الشمس ضاربه في دماغك زي السيده هاجر، وكل ظروف ومش قادر وتعبان، وهي استحملت. المراه استحملت. السيدة أسماء كانت بتروح تودي الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام في الغار ومهاجر. المفاجأة اللي يعني كلنا عارفين، وذات النطاقين وودت الطعام وشقت نطاقها وحطت فيه الطعام. هل تعلموا ان السيدة أسماء كانت حامل في هذه الفترة؟ رسالة. وانها كانت في الشهر التاسع الى حواء، وكانت بتمشي الكيلومترات دي كلها رايح جاي عشان تعمل لدين الله. اوعى تستقل بدورك يا اختي، وخدي بالك ربنا رفعك ما تنزليش نفسك، ربنا اكرمك ما تهينيش نفسك. شوفوا يا جماعه مريم، شوفوا مريم بتقول ايه. قالت لما 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 حملت بعيسى، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. مش قادره تستحمل الناس هتتكلم عنها، مش قادره. العفاف، العفاف يا اختي، العفاف يا بنات ثانوي يلي اهاليكم بيجوا يعني بيجوا بيبكم مش قادرين. الام تيجي تقول مش عارفه عن اللي بنت ايه، كل ما اقول لها حاجه عادي يا بنت انت اتاخرت من الساعه 12 ليه عادي، يا بنت انت صاحبك بيتصل بيك واصحابك ازاي عادي، يا بنت ما تتكلمي معايا كويس عادي عادي. فين يا جماعه فين عفاف مريم؟ بتقول وكنت ناسيا منسيا. انا مش عايزه يا ريت نموت ومحدش يفتكر ان كان في واحده في الدنيا اسمها مريم. شوفوا يا جماعه عفافها وصل لايه. البنت اللي بتقف في الجامعه دلوقتي فرحانه ان ده بيبص لها وده بيعاكسها وده واقف معاها، ونمره محمولها مع ده ونمره بيتها مع ده، والشله اللي هناك دي بتتكلم عنها. ازاي يا بنتي؟ ازاي يا اختي؟ ازاي تنزلي نفسك النزول ده؟ وربنا يا اختي ولم يمسسني بشر. ده انت لازم مفيش حد يطمع منك بكلمه، مفيش حد يطمع منك بنظره، مفيش حد يطمع منك بمسكه ايد ولا لمسه ايد ولو كان خطيبك. لازم تعززي نفسك. عارفه لو عملت كده يوم ما تروحي بيت جوزك هيبقى الضحكه منك ليها ثمن، ومسكه ايدك ليها ثمن، والقعده معاكي ليها ثمن، لانك غليتي نفسك. العفاف يا جماعه. كل النساء ربنا قال والحافظين فروجهم والحافظات الا مريم، ما قالش حافظت فرجها، ما قالش حافظت فرجها، امال قال ايه؟ احصنت حصن. تعملي حوالين نفسك حصن، مفيش واحد يقدر يقرب منك، ده العفاف. مفيش مخلوق يطمع بكلمه منك، مفيش، والا هترخصي نفسك، والله والله هترخصي نفسك. اوعى تقولي لا لو سمحت انا يعني ايه، انا والله يعني في شاب ممتاز ومحترم وطيب وعلاقه يعني بريئه جدا جدا. اوعى تقولي كده يا اختي، اوعى تقولي الكلمه دي بالله عليكي. يعني ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اياكم اياكم ومحقرات الذنوب. الوقفات بتاعت الجامعه دي اياكم ومحقرات الذنوب. الرسول شبه تشبيه رهيب، قال ايه؟ قال مثلها زي قوم نزلوا في مكان، فده يجيب حته خشبه صغيره وده حته خشبه صغيره وده حته حطبه صغيره، جمعوها على بعض اوقدوا نار باكبار عظيمه. اهي دي، اهي كده الذنب الصغير ده حطبه صغيره، مسكة الايد دي حطبة صغيرة، تسلمت عليك حطبة صغيرة، بصيتوا ليك حطبة صغيرة، المسد اللي ترنت لك حطبة صغيرة، مكالمة بتاعت اخر الليل حطبة صغيرة، كل ده حطب على حطب على حطب. نيجي يوم القيامة نلاقي نار منقدم ولا نروح منها فين؟ نروح من ربنا فين؟ عفاف مريم يا اخوات، عفاف مريم يا بنات ثانوي،
عفاف مريم يا بنات الجامعة، عفاف مريم يا كل امرأة تريد ان تتقي الله وانها تسكن الفردوس. رسالة الى حواء، الى حواء، الى حواء.